مر سيدي. شوفي ليش هالضجه برا؟ شو كانتوا قاعدين بسوق الهال ولا قاعدين باب الجابيه يعني؟ سيدي هدول الجماعه جايين يشتكوا، انا كنت عم بفهم منهم شو القصه قبل ما خليهم يفوتوا لعند حضرتك. ما شاء الله حولك وحوالي، وامتى عيونوك مستشار لحتى تنظر بشكاوي المواطنين؟ اه سيدي، يعني انا قصدي حتى ما نزعجكم بالشغلات الناكته. ما شاء الله عليك، شو بدهم؟ سيدي هدول ركاب بكره وجايين يشتكوا على راكب. طيب خليهم يفوتوا لشوف. حاضر سيدي. تفضلوا يا جماعة فوتوا وراي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. السلام عليكم. أهلين. يعطيك العافية سيدي. أهلين أهلين. خير يا أخي، شو القصة؟ سيدي القصة إنه أنا. ليش عم تسألوا له بالأول؟ سألني إلي أنا. حجي لو سمحت عيرنا سكوتك. إيه؟ أحكي يا أخي شو القصة؟ سيدي القصة بدي اشتكي على ابو هلسان الزفير هذا اللي ما بيخاف الله وما عنده كبير الا الجمال. من جهة ما بخاف الله، اعوذ بالله، اني اخاف الله رب العالمين، ومن جهة ما عندي كبير الا الجمال، فكلامه صحيح، لانه حتى الجمل بعيني صغير، صغير كثير. فكرك الجمال كبير يعني؟ حشات الذكر مالي شايف حدا قدامي، لا جمل ولا فيل ولا ديناصور، عجبك هيك؟ الكبير لازم يكون كبير بكل شيء، بعقله، بمقامه، بتصرفاته، مو هيك يا اخونا؟ حجي لو سمحت روق وخلينا نفهم من الزلمه، انت بدك تشتكي ولا هو؟ انا ما بدي اشتكي على حدا، لان الشكوى لغير رب العالمين مذله، وخاصه للحكومه. اصبح لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي شو القصه؟ سيدي هذا الزلمه اللي واقف قدامك سبني وهامني بكلام كبير كتير، لو بيوقع على جبل بيهده سيدي. وسيدي جاب سيرة والدي وأهانه رحمة الله عليه، وأنا من تم ساكت سيدي، لأنه أنا طبعي هني وبسامح يلي بسبني وبعمل حالي مالي سمعان سيدي، لأنه بالنهاية في مغفر وفي حكومة هي اللي بتاخد لي حقي. آه بلشت الزعبرة، وبعد شوي بيعمل لي حاله قديس أولي، وهو حشات الذكر، حشات على نظرك أنت. خلص حسين، لا تشتكي هاك، أسماً بالله بنزلك على النظارة، حاجة بقى، اهدى، كمل يا أخي، خلصني بقى. سيدي أنا صدقني ودود مع الناس كتير. لك إيه من الناس والود والوداد تبعك؟ خليني بالقصة، هذا الرجال ليش سباك؟ يسلم لي البطن اللي حملك ويرحم أبوك، صحيح أنت ابن حكومة بس باينتك فهمان، ليش يا حزرك؟ لأنه مو الحق على يلي سب الناس، الحق على يلي بيخلي الناس تسبه. كمل يا أخي، كمل وخلصني، وين تعرفت على البني آدم؟ بالميكروباص سيدي، كلياتنا اجتمعنا بالميكروباص خط سقبه. حموري يا حموري. ايه ايه فهمنا فهمنا، خلصنا بقى. اختصر يا اخي احكي. سيدي بالمختصر هذا الزلمه سبني وجاب معدل ابي سيدي. نعم يا سيدي صحيح، انا قلت له بالحرف الواحد، قلت له انت كلب ابن كلب، وعيطت عليه وكنت رح افقع من غضبي ورح ابلعه بلاح، وانا ما بنكر هالشيء، ما بنكره ابدا. يا طيب يعني بتعترف؟ نعم، بس خليني اشرح لك بالاول شو السبب حتى تعرف اذا كان بيستاهل ولا ما بيستاهل. شو السبب؟ يا سيدي طلع هالكلب على الميكرو من اول شارع بغداد وبايده سيكاره مع انه ممنوع التدخين، ولما وصلنا لموقف الازازين كان مدخن سيكارتين وطنيات تبع الريحه القويه، وكانه عم يدخن زبل البقر او بحر الجمال، وما عدنا شفنا بعضنا، وانا شخصيا سعلت طبع صدري، ضاق نفسي، احمروا عيوني، حرقوني، وهو ولا ابالي، ما له سائل على حدا. قلت له الدخان ممنوع يا اخ مشان صحتك. قال ما حدا له علاقه بصحتي. قلت له طيب اذا كان مو مشان صحتك مشان صحتنا. قال يلي ما عجبه ينزل. كزيت على اسناني وتحملته وقلت له لكان افتح الشباك من عندك حتى يتغير الهواء. قال ما بقدر الدنيا برد، بخاف اكل نصفي، وطالع سيكاره ثالثه ودعشها بتمه، وقبل ما يشعلها فار غضبي. قلت له
لك شو كلب انت؟ كلب؟ لا شك بانك كلب ابن كلب. ارمي هالسكارة من ايدك، ارمي هالسكارة من دمك. نعم سيدي، هيك قلت له، كلب ما بنكر ابدا. مزبوط سيدي، هيك قال لي. لك شلون هيك بتقول له؟ اه شلون؟ شو الناس قدامها منك دبان؟ ما بتعرف انه هي فيها اهانه وتحقير ويعاقب عليها القانون كونها سب وشتم وقذف علني؟ خليه يحسبها مثل ما بده يحسبها. دخيلك، قال اهانه قال، وليش اهانه بقى؟ ليش؟ ليش شو بالكلب يا سيدي؟ الكلب رمز الوفاء والحنيه واللطافه والذوق ومثال الاخلاص والشهامه، ويا ما كلاب منقذ اصحابها من غرق او حريق. ولك يا سيدي، لما كانوا يمدحوا خليفه كانوا يوصفوه كالتالي: انت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوبه. بقى يا ريت يسكت الانسان على اخيه. مزبوط سيدي، انا كنت بالمكروه هذا اللي صار. ومين هالشب الطحيني؟ مين حضرتك؟ شو دخلك بالموضوع وليش جاي؟ انا جاي اشتكي. على مين؟ على هالانسان. كمان شو مشكلتك؟ هذا الانسان سبني قدام كل ركاب المكروه وحكى كلام كتير كبير، بصراحه صرت قد الناموسه من خجلي. طبعا يا سيدي، انا قلت له كلام ما بنكره ابدا ومستعد عيده وافتقه كمان. شو قلت له؟ ما بتخل تسمعوا القصة من أول؟ لك قلي شو القصة؟ يا سيدي، هالمخلوق قاعد جنبي مني بالميكرو لزق فيني، قال لي شلونك يا عم؟ قلت له منيح منيح الحمد لله. قال لي والله أنا عندي 4 أولاد صغار وأمه وبنتين مجوزات، ومستأجر أنا وهالولاد والمرة بيت بغرفتين، وقال ما عم يقدر ينفرد بالمرة، والمرأة عم تاخد حبوب على الفاضي. بنته المتجوزة عملت قيصرية، بنته الثانية عندها دوالي برجليها، صهره بيغسل سيارات ملكازية بس حرامي، صهره الثاني بيلحق نسوان وانحبس بعمل منافي للحشمة، بنت حماه بتشتغل بالسحر والشعوذة ومسكتها الشرطة، مرته ايده طويلة بتسرق مصاري من جيبته، ولما بيختلي بمرته بيحتار كيف بده. وسألني عن سألني شو الطريقة يلي بيقدر فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار يسألني عن طريقة، قال لي إنه لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يقضيك يا شيطان، قال لما بمد إيده لتحت التخت بلاقي هون أنا ما بقى فيني منوب، كان فيني حال وطار، طلع الدم لراسي. قلت له ولك اخرس اخرس يا صرمي، ولك شبك انت شو جنيت؟ شلون هيك عم تحكي لي عن اهل بيتك وخصوصياتك وكانك بتعرفني من 40 سنه؟ قلت له فعلا انك صرماي، صرماي عتيقه، هيك قلت له، صرماي ابن صرماي، نعم هيك قلت له، انت صرماي. ايه نعم مزبوط سيدي، هيك قال لي، قال لي صرماي، وانا حسيت بالاهانه وبدي اشتكي عليه. اهانه؟ ها وين الاهانه؟ شبه الصرماي؟ حدا بيقدر يمشي برا صرماية وإن شاء الله يكون وزير ولا أمير؟ الصرماية يا سيدي إلى فوائد إذا بدي عدلك ياها ما بتخلص لبكرة. لا والصرماية مشهورة أعلامياً، ها أبو قاسم الطنبوري من شهره صرمايته، وسندريلا الكربوجة من شهره كندرتا. لا تروحوا لبيت. مين يا حزركن اسمه ارتبط بالصرماية من رؤساء العالم؟ بوش الشرس. ومين شلح صرمايته؟ اه هي مثل هي. مين شلح صرمايته؟ خبط فيها على منصة الأمم المتحدة وهو عم يلقي خطابه؟ نيكيتا خروتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي. بقى أنا مالي ندمان على نعتك بالصرماية، هيك أنا. ولا يا سيدي ما خلص لسان هالإنسان، وعندي شكوى ضده. قول شو الشكوى تبعك، بس لا تنشأ بخريطي بقى، قول شو الشكوى. أنا بقول لك ليش لحتى تسأله؟ يا سيدي أنا غيرت مكاني بالميكرو من الإزعاجات، بس هالزلمة أول ما طلع على الميكرو سلخ عطسي الله مولاها، رشمتني رشم. ورغم هالشي قلت له يرحمكم الله يا أخ، ما رد ما رد ولا كأنه عدا حكى. لا وما حليله إلا أنه يقعد جنبي مثل الجحش.
ومنخاره قدام منه مثل الخرطوم عم يشرشر شرشرة ومرشح رشح قاتولي. وفوق منه بده يحكي حليل الحكي وبلش يحكي معي بصوته المخمخين وحط وشه بوشي وبلش يفتح سيارة. وكل ما حكى كلمة كان يصرخني يصرخني عصي مثل الرشاش ما بعرف شلون يخرب بيته ولا بيطالع محرمه وبيعطس فيها ولا شيء. قال لي اليوم ثلاثة من البيضة وما لحق يكمل حتى عطس عصي غسلني فيها من فوقي لتحتي. وكان يمسح منخاره بأفك أمه وما يحط إيده على تمه. وكل ما عطس كان يملي لي وشي بالرزاز وأنا عم بزوره على أساس إنه بيفهم من الزورة وبيتلملم بس ما في خواص. ولما فتح تمه وبلش يعوي أنا كان فيني عقله طار وقلت له ولك يا دب يا ابن الدبب إذا كنت مرشح ومنضرب على قلبك ضروري تغسلنا ببزاعك وقرفك لك دير وشك دير وشك عني هلكتني العمى شو إنك دب دب كبير دب ثلاثي. نعم إيه والله هيك قال لي يا سيدي أهاني وقال لي دب يعني حش السامعين. وليش لحتى يشعر بالإهانة؟ قال إهانة قال الدب لمعلوماتك أكبر رمز بالعالم لدولة آسيوية كبيرة بتهز الدنيا. أكبر القادة الروس طالعين من تحت مظلة الدب. بقى ليش انزعجت كل هالانزعاج يا دب؟ عفواً حجي لو سمحت خليك بالموضوع وبلا التعليقات. عفواً سيدي ما بكون تسمعوني أنا كمان. أنت عندك شكوى كمان؟ نعم سيدي. شرف لهون أو جهلك على الواجهة تفضل. وعلى مين بدك تشتكي؟ على الإنسان يا سيدي. نعم يا سيدي كمان. نعم يا سيدي أنا قلت له أنت حمار ابن حمار وجدك حمار هيك قلت له. إيه بس يا حجي هذا الكلام ما بيجوز. هلأ لا تقلي كلام وملام. هذا الشخص طلع على الميكرو مثل القرفان طلع على مهله وقعد جنبي هو عم يحاول يلملم حاله حتى ما يدق كتفه بكتفي. قلت ماشي الحال هذا إنسان موسواس مالنا فيه ينهجر يلمحق يصطفل ينضرب. ولما إجا بده يدفع أجرة الميكرو قبل ما ينزل قعد يدور بجيوبه حتى يلاقي فراطة. ها؟ لا مو هون ها؟ لا مو هون هني لا مو هون ما كان يلاقي لا بالجيب الورانية ولا الإدمانية ولا البرانية وكل هالشي والميكرو واقف والشرطة عم تصفر والسيارات عم تزمر تعطر السير تأخرنا عن مواعيدنا. أخونا بالله لا مو هني لا مو هون عم يدور على 10 ورقات بعدين صاح وهو فرحان وجدتها وجدتها وطالع 1000 ليرة وعطاها للشوفير. أنا هون آه كان عندي درهم عقله طار من نافوخي. قلت له لك يا حمار حدا بيطلع على السيرفيس قبل ما يحضر الإجرة بإيده ولك يا حمار يا ابن الحمير حدا بيعطي 1000 ليرة لشوفير ميكرو أي يمكن هالشوفير ما يشتغل بألف ليرة بأربعة أيام. فعلا يا سيدي أنا بدي اشتكي عليه على الإهانة اللي أهاني إياها. الإهانة هاي ليش هو الحمار؟ الحمار رمز أكبر حزب حاكم بالعالم حزب الحمار الديمقراطي يلي طالع أوباما وأمثاله من أتباع الحمير. بقى أنا من رأيي خلي أخونا ينضم لحزب الحمير برتبة كر أو جحش. بقى ليش لحتى يزعل أخونا وليش الرفز والشنهاء يلي ما له طعمة وليش لحتى يشعر هالحمار بالإهانة؟ آمنتوا بالله على هالنهار العربي حجي بعد إذن حضرتك الاسم الكريم أبو فارس مشموش. يا سيد مشموش شو ثقافتك بلا زغران؟ ثقافة عامة بعد شو بدك ثقافتي أنت؟ عمر الثقافة ما كونت إنسان. مزبوط باين عليك مخضرم وفهمان ومثقف وخايط برها وبحرها ومليان كتير فكنت عمول يا حالي. هات لشوف انت التاني شو عم تقول لحالك. طالما حضرتك مالك قادر تتحمل الناس وكلامهم وغلاظاتهم وقلة ذوقهم حسب ادعائك يا اخي عود ببيتك وكن. اقعد وكن بالبيت انا؟ ايه يعني اذا مالك قادر تتحمل الناس. اتحمل الناس انا؟ ايه انت مشان هيبتك وشيبتك واحترامك لنفسك. احترامي لنفسي؟ ولك انت شو انت ولك انت
لك شو بدي له؟ لساني عم ياكلني، فهموني شو اقول له. كاتب من ستر زوزن اتاي جامور اش قدارات قداري جن عالطو دبر يغمور اش قدارات قداري جن عالطو دبر يغمور كاتب من ستر زوزن اتاي جامور كاتب من ستر زوزن اتاي جامور اش قداري جن ضلمن ضل بردون ايش قدارا قداري كن ضلمن ضل بردون من دلمن ايت شيني دي لو كل ضل دردون من دلمن ايت شيني دي لو كل ضل دردون يعطيك العافية وسلم هالإيدين يا حق. الله يسلمك يا أبو حسين ويخليك وإن شاء الله صحة وهنا. يلا على مهلك أبو غانم، على مهلك. شو فكر حالك لساعتك شاب؟ هلأ بيجعك ظهرك. طبعا شاب، لكان ختيار مكحكح مثلك. شوف، طول ما هالطاحونة عم تشتغل فأنا شاب وهي صبية. معناتها لازم نلاقي لك عروس من عنا من الضيعة تسر قلبك وخاطرك. بقى شلون عزماتك يا أبو غانم؟ ولك أنا عزمات هي؟ قال عزمات قال. أنا يا أبو سعيد، من بعد ما ماتت مرتي وابني غانم الله يرحمهم ويحسن إليهم، ما عاد إلي غير هالطاحون هي. ودارين دارين الله يرضى عليها بنت ابني رحمة الله عليهم. يا قصير الجميل كان يصير انت احلى الناس في نظري جل من سواك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أهلين جدو. أهلين، جبت لك الغداء وشوية فواكه. يسلموا دياتك، فوتي لجوا فوتي. Thank you.
جعت جدو؟ أنت بدك تتغدى؟ شوية تاني جدو، شوية تاني، لأنه بخاف يجيني زبون وأنا عم باكل. طيب ليش ما عم تجي تنام عنا بالضيعة؟ يا جدو، هذا الموسم موسم طحن، ولازم يكون بالطاحون من طلعة الضو مشان الزباين، لأنه في ناس عم تجي بكير كتير. السلام عليكم. ها، مدري مين إجا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا عم. الله يعافيك. أهلين. تعرف لي بستان منير بيك الطرطري؟ أيوة. أي بعرفه. جايب له شميته بدي أعمره بيت لمطور المي. بتروح من هذا الطريق بآخره على اليمين بتلاقي بيت الطرطري. كثر خيرك يا عم. شوف إذا بدك تصلح الطاحون أنا مستعد جيب لك شميته والبحص والرمل كمان. لا أخي لا، ما بدي شيء. تيسر. الله معك. السلام عليكم. وانت جدو روحي على البيت الله يرضى عليك. روحي احسن ما تتعوري، وخذي هدول لامك. هي مسكي. مرحبا يا امي. اهلين امي. شو جدك مو جاي؟ لا انا مو جاي. وليش ما انا جاي؟ منين اجا هالضغط؟ تقبريني ثلاث ارباع اهل الضيعه اذا مو كلهم عم بيروحوا على الطاحونه الجديده. الكل عم يمدح فيها، عم بيقولوا اسرع وانضاف. امي اوعك تحكي هالحكي قدام جدي، بيزعل بعدين. اساسا هذا يلي معقده ومكركبه، وزباينه كل ما له عم تقل. ليش فكرك جدك ما بيعرفوا لهالحكي؟ القى ستي بيعرفوا، بس عم يكابر على حاله. بتعرفي ولك بنتي، انا لو مطرحه كنت بعتها لهالطاحونه، او كنت اعطيتها لحدا وقعدت بالدار وارتحت من الناس والاخذ والعطا والسق والنق. بس هيك عنيد راسه يابس جديك. بس يا امي جدي ما بيقدر يقعد بلا شغل، اساسا هو ما بيعرف الا هالشغله، بقى شو بده يشتغل؟ شو كنت نايم يا ابو غريم؟ لا لا، شو نايم؟ انا لا بنام ولا بخلي حدا غير ينام. عود لك عود. شو ايه ما تخلصت شغل اليوم؟ يعني بعد العصر. كم كيس طحنت؟ طحنت كتير على وهد تيسير. اصبح بعد بكره باذن الله بيكون ام حاتي عندك. ليش ما لقيت حصادين لحد هلا؟ شو بدي ساوي يا ابو غالي؟ ما حدا عم يرضى يجي مشان كام دنوم، وانت مثل ما بتعرف صحتي على قدها ما بتواتيني الحركه. وشو قصة ولادك؟ يعني ليش ما بيساعدوك بهالموضوع؟ ولادي تركوني ونزلوا على المدينة. كله؟ كله. قال كان الفلاحة والعصاد ما بيناسبهم، ما بيليق بمقامهم. لسه ما بتركوني. إيه بتصدق إنه صغير فيه؟ بيشتغل بزق الأحجار والرمل والحفر والنار، وما بيستنظف يجي يشتغل عندي بالأرض. معقولة يا كلامي اللي عم بسمعه يا أبو يوسف؟ ما بزل عليك يا أبو غريم، كنت بعت لهم برغل على المدينة، قال بقى تكتر الأفندية تعودوا على الرز. يرحم أيام زمان يا أبو يوسف، لما كان البرغل عمود كل بيت وما يخلى منه ولا بيت. لكان يا أبو غانم لكان، ونحن هيك ربينا، لأن البيت اللي فيه برغول أصحابه ما بيجوعوا بنوب. معلومة يا أبو يوسف، شلون لكان؟ والبرغول بسمير الركب مثل ما بيقولوا. الله يصلحهم ويهديهم لأولادي، الله يصلحهم ويهديهم. وين ربطتي الحمار يا دارين؟ ورا الطاحون. روحي فكي وربطي قدام الطاحون، لا تاخذي معك على البيت. حاضر. في حدا برا؟ لا ما في حدا. بس جدو ما بدك تيجي تنام بالبيت اليوم؟ لا جدو لا، مو خرج، لانه شلون بدي نام؟ شلون بدي نام بضيعه شغلي لفوق راسي.
طب ما بدك تتغسل؟ لا تخافي علي جدو، لا تخافي، النهر جنبي، المي ببلاش، بكره بتغسل. ماشي يلا بخاطرك. الله معي جدو، مع السلامة. مرحبا يا قمر. ايه اهلين ماجد. شو ما شفتك اليوم، وين رحتي؟ من الطريق التحتاني. ليش غيرت الطريق؟ لانه حمار جدي بالروع ما بيرضى يروح الا منه. هلا انا وياك صرنا نمشي على امر الحمار؟ عن جد ماجد عملت معه المستحيل حتى يمشي من هالطريق، ما قبل حرن وتيس ورفع اذانه، مدري شو صار له. هلا ايمتى بدنا نروح عندكم؟ ماجد انت ليش مستعجل؟ قلت لك طول بالك شوي. جدي معصب كتير وطالع خلاله. زباين الطاحون كلهم تركوه راحوا على طاحونة الديزل. ولأيمت بدك يعني طول بالك؟ ما بعرف، والله ما بعرف. يلا هلا بخاطرك. دارين شو اخباره جدك بهالايام؟ والله يا امي انا خايفه عليه كثير. يعني ما عم يجي زباين منو بنو؟ قليل كثير، بس اليوم شفت عنده وحده ختياره، يمكن هي اللي ساكنه بالحاره القبليه، وهيك يمكن اسمها معطى الخشن. شو بدها تخطبني لابنها؟ هذا اللي بيعرج واسنانه مكسره. ايه وشو قال لها جدي؟ عصب عليها وقال لها لساتها البنت صغيره. دارين انت عم تشوفي لماجد؟ مو دائما، احيانا لما بكون عم ودي الاكل لجدي بالصدفه بشوفه. وشو عم تحكي انت وياه؟ ولا شيء، بس قال بده يبعت اهله وانا عم قله طول بالك شوي. يا سلام ليك يا ابو يوسف، ليك شوف الارض شلون بتعطي. يا حيف على اولادك يتركوها، يا حيف. اي والله يا حيف، بتصدق يا ابو غانم اني متميت موت وموتي لحتى لقيت حصادين. وشون لقيته؟ شرطوني تلت الهر وتلتين الي. بسيطه مو مشكله، خلي العالم ترتزق مو مشكله، الله ما بيقطع مخلوق. ما قلنا شيء يا ابو غانم، ما قلنا شيء، بس اللي بيعز عليك ان اولادك شبابي ويتركوك ويمشوا وما حدا يسال عنك. قال شو؟ بدهم يروحوا يعيشوا بالمدينة، وعينك ما تشوف وين ساكنين. ساكنين بحارة ضيقة ومنشحة، رطبة وريحتها طالعة، بس لحتى يقولوا قدام الناس شوفوا نحن عايشين بالمدينة. يلا يلا يا شباب. الله يعطيك العافية. الله يكون معك يا أبو يوسف. الله يكون معك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة حبيبي.
عليكم. اهلا وعليكم السلام. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضل تفضل. من هو؟ من هو؟ تفضل تفضل تفضل. وين رأى؟ تفضل. شغل بالارض مع ابوي. ايش السما دريتي؟ بشو؟ ابو يوسف شمس الجبل، فيقه لجدك. اعطاكي عمره. يا ويلي عليك يا جدي. ما بقي لك حدا من رفقاتك طيب؟ تخيلي انه صار له ثلاث ايام ميت وما حدا بيعرف عنه شيء، لولا انه الكلب صار ينطح الباب بايديه ورجليه لحتى تعرفوا الناس انه هو ميت. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، يلا بدك شيء؟ لوين رايحة؟ بدي اشوف جدي. طيب روح معي؟ لا لا لا. بقية بحياتك جدو، والله يخليك فوق راسنا طول العمر. لا بقيتي تجي لهون الله يرضى عليك. ليش يا جدو؟ شو مليت مني؟ أنت صرتي صبية، الطريق ما له أمان. طيب يا جدي، والأكل مين بده يجيب لك يا؟ ما عليك دبر حالك. خدي حبيبتي خير، خدي هدول أعطيهم لأمك. سلم هديات. الله معك جدو. هاي الأكلات حطت لك يا ماما بخاطرك. شو يعني؟ ناوي يضل بالطاحون على طول؟ ونبه علي اني ما اجي لعنده كمان. امنتوا بالله؟ وشلون بده ياكل ويشرب؟ والله ما بعرف. الله يبعث خير بجاه. امين يا رب. بحاجة مطر يا جماعة، والله بحاجة المطر. الله كريم. اي والله الله كريم، الله يكرمنا بكرمه. ها؟ وهي عمي ابغاني. يعطيكم العافية. يا ميت أهلين وسهلين يا أبو غانم، شرفت، أمرني وأنا بالخدمة. الله يرضى عليك، بدي 10 علب طون و10 سردين وأنينة زيت مسيك. يا الله. وبدي 5 لواح صابون ونص كيلو ملح وكليان سكر وقية شاي. مو على عيني وراسي. يا الله. شو ما عم بتروح على البيت الظاهر؟ لا والله عم روح نام بالطاحون. ليش الطاحونة لساتها شغالة؟ إيه شغالة. وليش لحتى ما تشتغل؟ شغالة مثل الصلاة على النبي. صحيح أبو غانم مثل ما عم بيقولوا إنه الطاحونة الجديدة أخذت لك كل الزباين. ما أخذت شيء، الله بيبعت الرزق للجميع، وطاحونتي ماشية مثل الحلاوة.
يعني عم يجيك زباين؟ لكان طبعا عم يجيني، عم يجيني الله وكيلك. الزباين عندي مثل الكشك، وليل ونهار كمان. ليش مين عم يجيك بالليل؟ زباين الليل، يعني منين الله بيبعتهم ما بعرف، شي بروس وشي بلاروس، ناس بعرفهم وناس ما بعرفهم. تفضل يا ابو غني. تسلم وديك. تاكلهم بالهنا والعافيه. الله يسلمك، سجلهم على حساب. على عيني وراسي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. معقول هالحكي عم يحكي يا ابو غني؟ والله انا من يومين مرقت من قدام الطاحونه بالليل، كان اللي عم تدور. دوري يا طاحوني دوري، ملي حيطانك غبرة وخلي غبار عينك، خلي للسقف يا علا. دوري يا طاحوني دوري، ملي حيطانك غبرة وخلي غبار عينك، خلي للسقف يا علا. تفضل تفضل يا ميت، مرحبا. فوت سبحان جي. سبحانك يا ربي يلي طمرت بخيرك. إلهي إلهي لا تحيجنا لغيرك. يلا يلا، هات تشوف. هات تشوف. ماشي ماشي. بتعرفوا يا جماعة ليش طاحونة أبو غاني شغالة ليل نهار؟ لك عم بيقولوا إنه بالنهار عم يطحن لفلاحين من مزارع وأراضي بعيدة كتير، وبالليل عم يطحن للجن. لمين؟ للجن هيك عم بيقولوا. وشو بدها تطحنه للجن؟ عم بيقولوا عم يطحنوا عنده تبر دهب. هو بيني وبينكم يا جماعة، كان أبي الله يرحمه يقول لي إنه في حوالين الضيعة تل دهب صغير، وهالتل ما بيطلع غير كل 11 سنة مرة. ويوم من الأيام واحد من ضيعتنا شافه، قام جن ومات. الله وكيلكم، هيك كان يحكي لي أبي. معناتها أبو غانم صار غني كبير على الحالة. سمعتي شو عم يحكوا عن جدك بالضيعة؟ وشو عم يحكوا؟ إن جدك عنده أقل شيء 10 كياس ذهب. شو هالحكي؟ يا ريت الله يسمع منك. إيمت آخر مرة رحت فيها لعنده؟ الأسبوع الماضي. دقيت 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 ما فتح لي. وكان جوا بالطاحون؟ أكيد، لأنه الطاحونة كانت دايرة وهو عم يغني. ليكون ما سمعك. أكيد إنه سمعني. معناتها الكلام اللي عم يحكوه صحيح؟ ما بعرف. وأنا وياكي لإيمت نضل نستنى؟ ما حاجتنا؟ كمان ما بعرف. خلص، أحسن شي روح أخذ أبي وأطلع عن جدك على الطاحونة وأخبك منه، شو رأيك؟ يلي بدك إياه، بس إن شاء الله يفتح لكم. هلا بدي أشوف. أبو غنم! يا ابو غنم، ليكون ما في حدا. ايه بس يا بي، الطاحون دايره ودارين قالت لي انه جده ما عم يترك الطاحون. ولمين عم يطحن؟ والله ما بعرف. لك يا ابو غنم، شوفي شو بدكم. شو ما في كلمة تفضلوا، ما في أهلا وسهلا، ما في كلمة ترحيب ولو يا أبو غنيم. مالي فاضي، عندي شغل. إن شاء الله آية الرزق. ولمين عم تطحن؟ ربي ما أكتر خلقك، الله ما بيقطع. إيه الحمد لله على كل حال. أخي شو رأيك نفوت لعندك على الطاحون نشرب لنا كاس الشاي ونتفاهم؟ على شو بدنا نتفاهم؟ لا معكم كياس قمح ولا شعير ولا عدس. مزبوط، لحنا مو جايين نطحن. لشو جايين لكان انتو؟ جايين بخصوص ماجد والمحروسة دارين. هلأ مو وقت هالحكي، بعدين بعدين. ليش يا أبو غني؟ لك عم بقلك مالي فاضي، مالك سمعان صوت الطاحون؟ طيب وإمتى فينا نحكي بهالموضوع؟ بعد ما يخلص الموسم، موسم الطحن يعني. الله معكم، مع السلامة. ما عجبني كلامه يا ماجد. شو يعني؟ الشغلة فيها سر ولازم نعرفه. شلون بدنا نعرفه؟ لازم نفوت على الطاحون. يا بي شلون بدنا نفوت لعنده على الطاحون؟ ونحن وصغار كنا نفوت على الطاحون من الحيط اللي جنب النهر، الحقني لقلك.
شو عم تسوي هون؟ مين قالكم تفوتوا لهون؟ طلعوا لبرا. اطلعوا لبرا انت وياه. لك شو بدكم مني؟ لك شو بدكم مني مشان الله؟ لك شو بدكم مني فهموني؟ لك تركوني بحالي يا ناس؟ تركوني بحالي؟ لك شو بدكم؟ هي وقفت لكم الطاحونة، الطاحونة اللي طعمتكم وطعمت جدودكم وولادكم وحفاتكم، هي وقفتها. بس بدي افهم ليش تركتوها؟ ليش؟ لك والله لسه بتشتغل ألف سنة والله، ليش بعدتوا عنها؟ ليش نسيتوها؟ لك هالطاحونة بتقدر تطعميكم وتطعميني طول العمر. لك هالطاحونة جوعانة جوعانة، صار لشهر بطوله وما دقت حبة قمح وحدة تحت دراسها، شهر ما شمت فيه الشعير والقمح. لك طعموها يا عالم، طعموها حتى تطعميكم، حرام عليكم حرام. ما تركوني بحالنا يا أخي، تركوني بحالنا، الله يخليكم، مشان الله تركوني بحالنا، مشان الله. مرحبا داري. أهلين. زعلانة؟ ما في شيء ولا يهمك. شلون جدك؟ أحسن من أول، بس ما له عم يحكي. داري نحن عن جد بنعتذر، بس أنا وأبي ما كنا بنعرف إنه. إنه شو؟ هيك كشفتوا سر جدي. شو ربحتوا من ورا هالشغلة؟ ها معك. وأنا عن جد بعتذر، بناوي صلح غلطتي. صلح غلطتك؟ شلون بقى؟ بعدين بتعرفي. خاطرك.
والله ما بيجوز من الله يا عمي ابو غانم، بدك تضل هيك على لحم بطنك؟ جيب لك زبدية شوربة. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله مو حالي هي. طيب ساوي لك كاسة زهورات؟ لا لا ما بدي شيء شكرا، بكرة بدي اروح على الطاحون. مثل ما بدك، بس يعني يا عمي أبو غانم شو بدك تساوي بالطاحون؟ طيب جدو ارتح لك عنا يومين بعدين بتروح. مالي تعبان مالي تعبان. طيب جدو خليني روح معك، بس بكرة بس بكرة الله يوفقك. طيب شو ابو غانم جاهزة طاحونتك؟ جاهزة ابو ماجد جاهزة. بس كاني شايفة واقفة. هلا من شغلة شو الشغلة يعني؟ يلا خلينا ياك يا ابو غانم، يلا يا شباب شرفوا. الله يديمك يا ابو غانم. يعطيك العافية أبو غانم. يا رب يعطيك العافية يا أبو غانم، إن شاء الله دائماً بنشوفك بصحة وسلامة. إيه ما شاء الله عليك يا عمي أبو غانم، لساتك شب. خذوا دارين بطريقكم. وأنت يا جدي؟ معلش أنا بدي نام هون. بس يا جدو أنت مريض. أنا مريض. لك يا بنتي، يلي بيطحن باليوم 50 كيس بيكون مريض. الله يسامحك. الله معكم. يلا السلام عليكم. امشي يا بنتي امشي. تفضلي. خاطرك عمي. خاطرك يا ابو غانم. مع السلامة. يا رب يا كريم يا رب. اتركوا يا بنتي. يلا يلا امشي يا بنتي.
يظهر زماننا راح وشمسنا غربت يا طاحون. أهل الضيعة حبوا اليوم يفرحوني أنا وياك، كتر الله خيرهم. بس أرجوك لا تزعلي، لأنه بكرة ما رح يجوا، ولا يلي بعده، لأنه الطاحونة الجديدة عم تناديهم، وصوت الديزل والمازوت أقوى من الكل. يلي بيحرق القلب إنه نصير ذكريات، ذكريات بعيدة. بكرة رح يمرقوا هالناس من حدك ورح يقولوا هون كان في طحان وطاحونة. جدو لا لا عم يبغاني لا عم يبغاني شباب اعطينا الحرام هات الله يرحمك يا ابو غانم الله يرحمك يا ابو غانم الله يرحمك يا ابو غانم